بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. المسيح بعد معموديته يقول لنا كده الكتاب في إنجيل متى أصحاح 4: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، وجه المجرب وجرب السيد المسيح. احنا نتعلم من أبائنا، وبالذات اباء مدرسه الاسكندريه. قديس كيرلس الكبير بيقول لنا وبيفهمنا ليه ده حصل. زي ما اتكلمنا يمكن في حلقات كتيره قبل كده، ان المسيح عمل كل حاجه من اجلنا، ما كانش محتاج يتجرب، كانش محتاج يصوم، ولكن اخذ جسد بشريتنا عشان يعيد له كل رحم من ادم الاول. طب صام 40 يوم وفي اخرهم اتجرب. احنا بنصوم صوم الميلاد، بنصوم صوم كبير، بنصوم أصوم كتيرة في الكنيسة. نسأل نفسنا كده سؤال واحد اللي عايزين نجاوب عليه النهاردة: إيه الفرق بين صومي وصوم أي واحد؟ كل العبادات وكل الناس بتقولك إحنا بنصوم، إنه إحنا نقاوم الجسد، كله بيقول كده، نحس بجوع المتألم والفقير، كل الناس بتقول كده، لكن صومنا مختلف تماما في الحاجات دي كلها، لكن أكبر من الحاجات دي كلها. إزاي؟ القديس أغسطينوس يقول لنا كلمة حلوة قوي: لما كان المسيح في الجسد الكنيسة كانت مخفية فيه، وصنع كل شيء ووضعه في حساب الكنيسة المخفية فيه. يعني المسيح عمل كل حاجة مش عشان نفسه، من أجل الكنيسة، حطها في حساب الكنيسة. وبعدين ولما صلب وقام، وإيه يوم الروح، حلو الروح القدس، ظهرت الكنيسة المخفية فيه عشان تعمل إيه؟ علشان تتمتع بالمسيح. حط في حسابها المسيح، حط في حسابها نصرة على التجربة وعلى الشيطان، ودنا وسيلة سميها وسائط الخلاص اللي هي الصوم. عايز يقول لي كده ما كانش محتاج يصوم عشان يغلب في الآخر، لكن ده كان احتياجي أنا، يصوم عشان يغلب في الآخر ويديني في الآخر النصرة، ويديني في الآخر الطريقة، طريقة الصوم. قال لنا كده السيد المسيح لما التلاميذ جم ومش عارفين نخرج الروح الشرير ده، قال أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. كنيستنا المرتشدة بالروح القدس وعيت جدا لكده، خلت كل صوم وكل مناسبة فيها صوم، كل عيد قبل صوم، عشان نحتفل بإيه؟ عشان نحتفل بنصرة جديدة، لعطية جديدة المسيح هيديها لنا من خلال هذا الفعل. تعالوا نشوف أبونا القديس كيرلس الكبير يقول لنا إيه. احنا بنصوم عشان نستعلن نصرة المسيح التي لنا، بس من خلال وسيلة الصوم والصلاة، والصوم والصلاة مش الصوم بس. يقول لنا إيه القديس كيرلس الكبير: لقد أظهر المسيح نفسه أسمى وأقوى من كل الخطية ومن كل الظروف العالمية، وحيث أنه قد غلبها جميعا فقد أعطى الغلبة عليها أيضا للمجربين لأجلنا إحنا، فقد انتقلت إلينا نحن أيضا بالتمام قوة ما فعل. في تفسير الإنجيل يوحنا 16:33 يقول لنا كده: فإنه لو كان قد غلب كإله غير متجسد، يعني لما ربحنا شيء من ذلك، لكن كان لازم يتجسد ولازم يصوم ولازم ينتصر لمين. وأما هو قد غلب كإنسان فنحن فيه الغالبون. افرح بالصوم، افرح أن في هذا الصوم، أما وهو قد غلب كإنسان فنحن فيه غالبون. حدد مع أب اعترافك أنا صايم ليه، عشان في الآخر تفرح بغلبة ونصرة. كل صوم وأنتم طيبين.